بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي متابعي قناتي على يوتيوب. طبعا مثل ما شفنا باليومين السابقين حصل انهيار للبيتكوين، حاليا عم تتداول عند 9940. فتحليل سريع كنت عم شوفه على التايمينج سوليوشن، عم حاول حلل على التايمينج سوليوشن امتى حيتكون عندي قاع للبيتكوين، وهل هي الاسعار حاليا مناسبة انه احنا نشتري منها. فلو شفنا القمة اللي تكونت 6/1/2018، البيتكوين باختصار ما رح يطلع قبل 3 إلى 6 مارس 2018، حيكون عندي هناك القاع الفعلي للبيتكوين والعملات الرقمية. حتى تلك الفترة رح نلاقي الترندات العامة، عم بحكي عن ترند عام وليس تصحيحات، حنلاقي الترندات العامة للذهب صاعد، يورو دولار صاعد، باوند دولار صاعد، الدولار هابط. القيعان الفعلية حتكون حوالي الأسبوع الأول من شهر مارس، فحتى تلك الفترة لا حدا يفكر يشتري البيتكوين ويستثمر فيها. طبعا يمكن كان الموضوع متأخر شوي، بس أنا كنت منوه على قناتي على التليجرام أنه إحنا ممكن نشوف 6000 للبيتكوين. اللي متابع قناتي على التليجرام كان في بعض التحليلات كانت عطية وقايل انه ممكن نشوف احنا 6000 للبيتكوين. فحاليا بكل اختصار النصيحة الاستثمارية اللي انا بقدمها، ان شاء الله تعالى البيتكوين ما له صعود قبل 6 مارس 2017، صعود بترندات، ما بحكي عن تصحيحات يوم يومين ثلاثة حتى اسبوع، لا عم بحكي انا عن صعود بقيعان حقيقية. البيتكوين هابط حتى الأسبوع الأول من شهر مارس، منتصف مارس، بعد منه إن شاء الله تعالى حيكون القاع الحقيقي اللي ممكن إحنا نشتري فيه ونحتفظ فيه بكمية استثمارية. بنهاية أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا فيديو سريع بس لتحليل زمني للبيتكوين.